وعدناكم بموضوع مهم جدا في فقرة للأحسن لنهار اليوم. غادي نتكلموا على استمالة الأطفال إثر انفصال الأبوين أو ما يسمى بالفرنسية لاليناسيون بارونتال. الكل غادي نتحدثوا عليه مع منى الصباحي في فقرة للأحسن. فقرة صحنت اليد حاضرة معنا من العيون كيف ما وعدناكم الأسبوع الماضي لشيماء أندح اللي غادي تقدم لنا منتوجاتها للتعاونية ديالها منتوجات صحراوية مغربية 100%. أخيرا حاضر معنا سي نبيل عياشي فقرة التغذية اللي هو غادي يخصصها لفوائد الحلبة أو الفينوغريك والقيمة ديالها الغنائية الغذائية عفوا. الكل بعد فقرة أمراض وحالات ومها الشرايبي. مرحبا بكم معنا صباحية اليوم. وموضوعنا لنهار اليوم في أمراض وحالات معك مها يخص القلب وبالذات شرايين القلب الشرايين اللي هما أو صمامات عفوا صمامات القلب اللي هما أربعة اللي تحافظوا على سريان الدم في الاتجاه الصحيح. في بعض الحالات ما تنفتحش أو تنغلق هذا الصمام أو أكثر بشكل سليم. فاليوم بغينا نتعرفوا على هذه المشاكل وعلى سبل العلاج مع ضيفك الدكتور يوسف جرمون. مرحبا بك سيدي في فلاتو صباحية دوزان. شكرا الله يكبر بكم. الله يجازيك بخير. اكيد سميرة فكيف ما شرتي عندنا اربعه ديال الصمامات. هاد الصمامات هادو هما الصمام التاجي ثلاثي الشرفات الرئوي والابهر. هاد اربعه ديال الصمامات الوظيفه ديالهم سهله كما تكلمتي فهما اللي كيدخلوا لنا الدم من والى كافه اعضاء الجسم. هنا فاش كيوقع شي اختلال يعني اما كيرجع هذاك الدم كيرجع يعني للفوق بلاصه ما غادي يهبط غادي يرجع شنو كيوقع لنا مستوى الصمامات اللي تيوقع لنا هما هذاك الانغلاق والانسداد ديالهم هنا في كل غلقه وفوق الفتحه وغلقه يعني كنعرفوا كتكون النبضه ديال القلب. منين اكزاكتو منين يعني كيكون تخثر ديال الدم او واحد الصلابه في شي صمام ولا هذا شنو تيوقع ليا انت تبدا مجموعه ديال المشاكل. الحاله اللي معنا اليوم سميره علاش بغيت نتكلم عليها بالضبط لان عندنا واحد السيده اللي كانت دائما كيجيوها الحلاقم يعني التهاب اللوزتين اغيبيتيسيون. هذا التهاب اللوزتين ما كتعرفش انها يعني تتعامل معاه فكانوا كيمشيو عند سكونابي دوك السيدات اللي كانوا تنقولوا كيهزوا الحلاقم او اللي كيفكسوا الحلاقم. الوغ هاد السيده مع هاد الحالات المتكرره كل مره كتمشي تهز الحلاقم ديالها شنو يوقع ليها يطلق لها ان روماتيزم كيف ما غيصيب ليا القلب غيصيب ليا حتى المفاصل حتى هما. هنا فين كيوقع المشكل وكيولي عندنا مشكل ديال الصمام يا اما اختناق تصلب هذا او لا كاريمون كنمشيو عندنا الصمام اللي تيبقى ما خدامش. وهنا فاش كنمروا اللي كما ذكرنا لجراحه القلب المفتوح نشوفوا الحاله اللي معنا اليوم ونرجعوا سميره. كنت صغيرة ضرني الحلاقم كيشدني سخانة وهذا كنعس 3 أيام 4 أيام هذا كيفوتوني ويجي واحد المرا ويت قالت ليها راه كيضروا الحلاقم خاصني نشوفهم ليها ويت شافت مي قالت لي راه هما اللي دارنا كيتنفخوا ليا كيديروا ليا السخانة وداك الشيء ويتهزهم ليا كتهزهم ليا كنوض صافي كنولي نلعب ونولي هذا وبقيت بحال هكاك فين ما كيضروني كيعيطوا عليا كتجي تهزهم ليا. ملي كبرت لحقت 30 عام هما يضروني بزاف هذيك الصمامه ضرتني بزاف كنحس بحال شي نخصه عندي هنايا في سميتها ما كنقدر لا نتمل منا والو ملي كنمشي للحمام كنسخف صافي كنطيح كننعس في الحمام ما كنقدرش نوض حتى كيجيبوا لي الماء بارد وداك الشيء كنشرب هذا كنتقعد وبقيت بحال هكاك حتى ملي شدني هذيك سميتها جاو داوني للسبيطار ودخلت نيشان عند الطبيبه قالت لي راه عندك القلب عندك عيان راه صمامه مريضه خاصك تمشي ضروري عند الطبيب ديال القلب ما ديري لا رونديفو لا والو خاصك تمشي نيشان عندو. اللي بغيت نسول واش التهاب فقط اللوزتين او يقدروا عندنا التهابات اخرى على مستوى الجسم اللي غتعطينا مشاكل في القلب اما الصمامه او عضلات القلب. هناك جوج انواع ديال الامراض سواء كتكون تشوهات خلقيه وكنزادوا بها مثلا كثنائي الشغاف اللي كنسميوها بلابيكيسبيدي فاطمه يكون عنده ثلاثه الالياف كيكون جوج سواء كتزاد عاديه وخلال النمو والتطور سواء كتكالسيفيا كتكلس سواء كتكون عرضه لمجموعه من الامراض.
مثلا هاد الامراض كالمرض ديال التهاب الحاد المفصلي للقلب اللي مازال عندنا في المغرب اختفى بزاف في الدول الناميه. سمحوا لي التهاب مفصلي للقلب ديال القلب. لا لان بالنسبه لي انا المفصل هو المفصل دونك انا غنشرح دقيقه انا غنشرح فعلا. فالمرض واحد البكتيريا سميتها ستريبتوكوك. هذيك ستريبتوكوك كتدخل عن طريق خاصه اللوزتان تقدر تدخل من انتيبيوتيك ستريبتوكوك تسكيلوالي. نعم دونك ملي كتدخل من اللوزتان وكتبقى عندها لي ريسبتور القابليه ديالها في ثلاثه البلايص في الذات، عندها في القلب عندها في المفاصل وفي الكلي. دونك يمشي كيهجم علينا على المفاصل وكيهجم على القلب وتاع الكليتان. هادشي اللي كيتسمى التهاب الحاد المفصلي للقلب الروماتين مارتيكولار. هو تقريبا اختفى بزاف ديال الدول ديال اوروبا وامريكا الشماليه، ولكن حنا الحمد لله حاربنا كما الحمى الروماتيزميه. واللي كنعرفوا ان وزاره الصحه عندها واحد البرنامج كل سنه من اجل فاكسيناسيون على حسب الحمى الروماتيزميه. كما تكلمت هي كتصيب بزاف الاطفال السميره يعني لسوء الحظ. من خمس سنين تلقى من خمس قل من خمس سنين نادرا ولكن تلقى من السنه الخامسه. اذا مع المده الواحد ما سواء انه ما كيدوش ما كيداويش مزيان داك اللوزتان ديالو الحلاقم كياخذ مثلا لونتيبيوتيك غير سبيكترو لارج فوالا كياخذهم مثلا غير انتقاء ذاته ما تيداوهمش مزيان وكيبقاو التكرار. وهنا اهم حاجه هو التكرار ديال داك اللوزتان ما كيبقاو يجيو داك الحلاقم بزاف. فمع المده هو مرض يقدر يكون صامت لان الاعراض ديالو تقدر تكون تقدر ما تكون ماشي ديما ما تكونش. تقدر تكون شويه النهجه، الواحد كيقلل من الجهد كيبدا يقلل من لاكتيفيتي ديالو، يقدر يجي الالم في الصدر، يعني مجموعه الاشياء. مع المده داك الصمامه كتحجر ياك وما كتبقاش تحل مزيان. وهذا اللي شفنا في هذا الروبورتاج انه السيده كان عندها الصمامه تحجرات المساحه ديالها ضيقات، اذا ما بقاتش قادره دير مجهود كبير. وهذا لما تقريبا شحال السن ديال السيده تقريبا شحال يكون في عمرها دكتور؟ 63 سنه تبان قل واخا، ولكن مع المده تيبان لها فوق قبل. دونك كل مره كانت كتقول وقيل العيا وقيل هذا ما كت وقيل السن وقيل السن. ولكن هي انه التشخيص كان سهل، لان يعني التشخيص غير صناتها كنسمعوا واحد الصوت كون ابيل ان سوفل. داك الصوت نهجه فهو عرض. اما باش تشخصوا اي طبيب بغى يحط صناتا غيسمع واحد الصوت انتما تتعرفوه واحد الصوت بحال هكا بحال شي واحد كيصوت في شي انبوب فهاد داك الصوت بحال هكا هو غيوجه التشخيص عن طريق التلفازه ديال القلب. اكيد تعطلات. وهذا ولي للاسف انه كنشوفوا الحالات متطوره. الحمد لله المغرب راه قام بواحد المجهود كبير بالنسبه للدول المجاوره ديالو. تقريبا حاربنا هذا المرض بشكل كبير وكثير، لان كاين برنامج ديال الوقايه الاوليه بريفونسيون بريمير الثانوي وحتى التيرسيير حتى الثلاثي. دونك ماشي غير هو السؤال ديالك اللي رجعنا ليه، ماشي غير هو السبب الوحيد، هناك اسباب اخرى. هناك اسباب اخرى مثلا هناك ميكروبات كتدخل عن طريق الفم خاصه، وهنا العقايه ديال الاسنان كدير التهاب الشغف. نعم التسوس وحتى التهابات اللثه هذوك كلهم كيعطيونا مشاكل. نعم كدير لنا لوندوكارديك التهاب الشغف ديال القلب. هناك بعض الامراض الباطنيه مثلا كالبهس البهسات لو لوبوس البهجات اللي كيهجموا لنا على الصمامه. كان واحد الدواء الحمد لله ما بقاش البنفليوغيكس كان هو كيهاجم على الصمامه نسحب هايبرتونسيون ارتيريال لو ال دي ال ارتفاع الكوليسترول الدار والسيتا هما يعني كيعطوني مشاكل. ارتفاع دابا الصمامات كما قلتوا اربعه تندوب دابا عندنا الصمامه التاجيه التاجيه. فاما تدخل ارتفاع الضغط الدموي مثلا الصمامه الاورطيه كترفع لنا من الاورطه من السمك ديالها. فهناك مجموعه ديال كما قالت لمها انه الخلاصه ديال هذه الامراض والاعراض هما جوج، سواء الصمامه كتكون محلوله بزاف كتخلي الدم يرجع، سواء كتكون مضيقه بزاف ويقدروا يكون عندنا مصممه مضيقه بزاف وما تعطينا حتى شي اعراض حتى يبين الله يحفظ شي كومبليكاسيون. كيفاش الاعراض صامته كيفاش نعرف بان الصمامات ديالي خدامين مزيان؟ تشيك اب دو سونتي فوالا تشيك اب صافا يعني سهل ثقافه تشيك اب اي سنه وعلى اي وتيره. ديما تنهضروا تنقولوا ان الراجل انطلاقا من 40 سنه خصو تقليبه وحده في العام على الاقل فيها تخطيط ديال القلب واحد المجموعه ديال التحاليل وتدويزه عن الطبيب. واخا اسمح لي باش نعرفوا الصمامه مسدوده ولا واسعه هذا الطبيب بليكوغرافي داير غير بالسنات غير بالستيتوسكوب. الستيتوسكوب راه تيوجهنا. اما التشخيص فهو عن طريق ليكوكارديوغرافي التلفازه ديال القلب. قلنا الراجل انطلاقا من 40 سنه والنساء انطلاقا من 50 سنه. هذا الشيء الا ما كانش في العائله
او لا في الدات تاريخ عائلي تاريخ عائلي ديال ارتفاع الضغط الدموي السمنه السكري فمجموعه من الاشياء او الامراض الذبحات الكوليسترول الذبحات الصدريه عند العائله فانطلاق لما كانوا هما هادشي 40 سنه الرجاله و50 سنه العيالات لان الرجال لان النساء الحمد لله اقل عرضه لامراض القلب وسط الشرايين من الرجال الهرمونات هما اللي خدامين طريقه النمو وطريقه بحال دابا الرجاله تيتعرضوا مثلا التدخين قبل من النساء مثلا اولا كنحافظوا على صحتنا حنايا واخا نجيو العلاج الصمامه مسدوده اولا واسعه الجراحه دائما لا بعض المرات القسطره يعني عند الاكسبلوراسيون كاردياك والاكسبلوراسيون كاردياك الاكسبلوراسيون كاردياك والجراحه عند لو شيروجيان فاسكولير كنحاولوا حنا علاش نديرو هادشي باش ما نوصلوش للجراحه هذا هو الغرض ديالنا نديرو الجراحه اكور اوفير الناس دم مفتوح والقلب كنوقفوه ملي كيتوقف القلب كنديرو ادويه كيدوز الدم عبر واحد الماشين عند الجهاز هادشي هي ديال العمليه ما تخلعش ما يعني متداول تديرو هادين بزاف ولكن حنا لحد الدور ديالنا وما نوصلوش كاملين هادشي اللي بغينا حنا ما نوصلوش لا القسطره لا الافتتاح اذا بالنسبه للادويه ولا بريز ديال لي زونتيبيوتيك بالنسبه للوزتين غادي نمشي غناخذ واحد لونتيبيوتيك بالضبط ديال ستريبتوكوك هذيك لا بكتيري اللي كتعجبني على الحلقم ديالي ما غاديش نمشي لهذوك لي زونتيبيوتيك اسبيكتر لارج لانني جو ريسك وانني جو ديفلوب دي زونتي سبيكتر لارج فين ما كاينه الانفكسيون تمشي تنقلب عليها وتنداويها سي ان انتيبيوتيك فين ما عندي المشكل التهاب غادي نمشي وغنداوي عندي لوزتين غادي نمشي ناخذ ستريبتوكوك ماشي ما تيصلحش كيدن ايضا المقاومه ديالو ما حدا كنستعملو ما حدا حنا كنديرو دي ريزيستانس ديال لوكور مره اخرى غادي تاخذوا لو ميم انتيبيوتيك اسبيكتر خلاص شو يوقع ليا ما غيدير ليا ما يبقاش يقضي فيا وخصني نبدا نقلب على دي دوغري اللي يكونوا عاليين اكثر هادشي علاش ياك فعلا عندنا هاد ديال لوزتان الفم الصحه ديال الاسنان ان الميكروب تيدوز التسوس اللوثه الحاجه الثالثه اللي الظاهره بدات كتبان للاسف جديده في ديماج المجتمع ديالنا التطواج او التطواجات لي تطواج كيدوزو لنا الميكروب يولو في الدم التطواج عند اي واحد تيديروه الشباب تيدوز لنا الميكروب حنا نقولوا عليك الامراض الميكروب بحال ستافيلوكوك اللي تيدوز يهاجم لنا حتى هما الصمامات واخا الله يحفظ كاين داك اللي كيديروا التخدير عن طريق الحقن المخدرات هادشي كلشي عنده علاقه مع المشاكل ديال اليوم اللي تنتكلموا عليهم الثقب الاذنان لي بيرسينغ حتى هو راه تيدوز الميكروبات خصو يكون في الطرق ديال التعقيم واخا دونك هادو الوقايه اللي كنقدروا نديروا واخا الحجامه دكتور ملي كنتكلموا على المسائل اللي فيها الدم ما باغيش يهضر عليها دكتور بالي لان ماشي لان عندها مزايا عندها مزايا ولكن لا عندها تكلموا اللي ما كيداش عند الطبيب اللي ما كداش في اميليو اللي معقمه سميره دابا نعم ما بغيناش نتكلموا دابا على هذا المنطق لان باب واسع ما نكذبش عليك لان الا حلينا هو عند المزايا ديالها ولكن الناس كيمشيو يديروا الحجامه وما عندهم امراض ديال الصمامات ديال القلب شنو العلاقه بين هادو كيعطلوا غير التشخيص بالنسبه لهم تتكون الحجامه دار عند الناس عند المؤهلين بالطرق ديال التعقيم هادشي اللي كنقول اللي كيديروا الحجامه اميليو معقم مع الشرايبانك ديرنا واحد الحصه خاصه بالحجامه وتكون بالحضور ديال الدكتور يوسف الجرمون باش نشوفوا يعني الزوايا كلها ديال الحجامه شكرا لك دكتور يوسف جرمون أذكر أنكم أخصائي في أمراض القلب والشرايين هنا بمدينة الدار البيضاء والشكر كل الشكر لمها شريبين قريبة نسميها دكتورة بروفيسور مها شريبين شكرا لكم بقوا معنا مشاهدينا ما يفوتنيش الله يخليكم في نهاية هذه الحلقة لأن تكلمتي على واحد العادة واحد تقليد لأن ما كانش في خباري ديال الزن ديال الحلاقم نبعدوا من هذه العادات السيئة لأن الحلاقم عندهم تأثير على القلب وبالنسبة للأطفال والوليدات عندهم حتى على الخصوبة ديالهم دونك شكرا لكم نمشيو للحظة لفقرة حنة اليد بقوا معنا وبلهجة ضيفتنا اليوم غادي نقول لكم وني بكم مرحبا بلالة شيماء انداح اللي جاتنا من مدينة العيون كيف ما وعدت لالة منى الصباحي الأسبوع الماضي منى السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته لالة سميرة كما وعدنا طبعا إن شاء الله كل أسبوع تكون معنا جهة من المغرب وهذا النهار معنا لالة شيماء اللي استغلت
الامكانيات والمميزات ديال الصحراء المغربيه ديالنا باش انها دير منتوجات مجاليه شنقول لك الجوده ديالها ولا الرائحه ديالها ولا اللفي ديالها رائع جدا. بزاف اللي غادي يقولوا منى بان تنستضفوا بزاف السيدات في التعاونيات اللي تيديروا مواد تجميليه، ولكن المواد التجميليه ديال نهار اليوم ماشي مختلفه جدا هذه، لان عندها الخصوصيه ديال الصحراء المغربيه وديال عاصمه الصحراء المغربيه العيون الجميله. مرحبا بك لاله شيماء، نورتي فيك. بارك الله فيك، ترحب بك الجنه كيف اللي نقولوا. شكرا لكم على الاستضافه. عفوا لاله، انت اللي نورتينا. معكم عند حشيمه من العيون، جهه العيون بالضبط، بالضبط مدينه العيون. منتوجاتنا من قلب الصحراء كيف اللي نقولوا، منتوجاتنا طبيعيه كامله، حتى سميتها من قلب الصحراء ياك. ما شاء الله تقريبا اللوغو اللي عندنا دايرين فيه من قلب الصحراء، منتوجاتنا من قلب الصحراء. انت الاصول ديالك صحراويه مغربيه طبعا لا نقاش فيها. كيفاش تفكرتي انك تخرجي للوجود هاد الوصفات اللي اكيد انت تورثيهم على الاسر ديالك؟ طبيعه الحال هذه الوصفات كانوا اهلي عدلوهم في قديم الزمان، طورتهم، كانوا طبيعيين بلا امبالاج بلا تيكيت، ما عندهم اي دور ولا شيء، درك طورناهم، زدنا فيهم تيكيت، زدنا حسنا، درنا دورات تكوينيه باش نعرفوا الافاده اللي منهم، زدناهم مسائل ثانيه، خلطنا الحاضر مع القديم. بالماضي. لاله منى، كيفاش تلقيتي لاله شيماء وكيفاش تعرفتي عليها وتعرفتي على المنتوجات ديالها؟ صراحه من انطلاقا من داك اللي قلت لك، راه الحركه فيها بركه، داك المعرض اللي مشيت ليه ديال فاس، السيد اللي كان مكلف تمايا هو اللي وصلني بالناس وحدين اخرين حتى اللي ما كانوش مشاركين في المعرض، منهم لاله شيماء اللي من الصحراء. شيماء دارت واحد الحاجه اللي مميزه، يعني من دارت قالت لك بقات كتشوف كاينين، حضرت الندوات، حضرت الاشياء، فشفت ان التعاونيات فعلا عندها واحد الدور وانها تقدر دير التسويق للمنتجات اللي هي ديجا كدير في دارها ايتو وتستافد. فدارت الخلق ديال التعاونيه ديالها في 2017، ولكن كانت مازال ما بدات الانتاج. شنو دارت؟ مشات حضرت المعارض. هذه المساله سميتها لو بنش ماركين، يعني انك تشوف الاخرين شنو كيديروا. حضرت المعارض كتشوف شنو كاين. شفت حضرت المعرض ديال مكناس ديال اللي كتحضروا وزاره الفلاحه، فحضرت للسيام وشفت التعاونيات من المغرب كامل، اللي في المجال ديال الالبان واللي في المجال ديال النباتات العطريه واللي في مجالات اخرى، وشفتهم كيفاش كيخدموا، كيفاش كيسوقوا، كيفاش كما قالت لومبالاج، لان تقدر تلقى العلك بلا لومبالاج، ولكن ملي كدير ليه عاوتاني واحد التتمين واحد التقييم اكثر كيولي عاطي واحد المنظر، وكتولي حتى القيمه المارشاند ديالو الكوميرسيال التجاريه ديالو كتطلع. فمن هنا كانت عجبتني في هذه القضيه هذه انها مشات لها. من رجعت حضرت التدريبات، وهذه المساله راه كل نوبه كناكد عليها، راه حتى حد ما كيتزاد عارف كل شيء، ولا كنتي عارف حاجه راه 100,000 حاجه اخرى ما عارفهاش. فتيلا تالف انا كنهضر مع الناس اللي دابا عندهم هذه الفكره، ما كرهش يدير واحد المنتوج، يدير تعاونيه، يدير شركه، يدير مقاول ذاتي وما عارفش منين يبدا، خرج وشوف شنو كاين. ما قدرتيش تخرج، ما قدرتيش تمشي تشوف شنو واقع، جوجلي كل شيء دابا بتليفوناته، ما قاريش دخل ببصمه الصوت اليوتيوب لجوجل، بحث، سمع، وراه ضروري ما غتلقى شي حاجه اللي منها تبدا. وهادشي اللي دارت تبارك الله عليها لاله شيماء. بغيت نعرف التكوين ديال شيماء اصلا، يعني واش كنتي غير ربي بيت ولا عندك دراسه قبليه؟ شنو درتي في الحياه ديالك وعلاش فكرتي في التعاونيه؟ ربت بيت، عندي ابن الحمد لله، يعني كنت الا قاعده في الدار ما عندي عمل ولا شيء ذنبته، ولكن منين اسست تعاونيه شفت تعاونيات ما شاء الله خدامات، قلت علاش لما ناسس حتى انا التعاونيه وكيف ما لحقوهم نقد حتى انا نلحق. ساعدتني المديريه ديال الفلاحه ديالنا والغرفه كذلك، يعني الفلاحه بصفه عامه، داروا لنا دورات تكوينيه مجانيه، وداونا حتى المعارض، يعني معرض الكبير ما شاء الله. شفت كيف قالت الاخت تعاونيات امبالاجهم ما شاء الله، برودويات من برودوي بسيط يمرقوا منه ياسر من المنتوج. نفس الشيء اللي عدلت انا، خدمنا على العلك الصحراوي يجي فتاي. انا داكشي سنعرف فاش مشيت للداخله والعيون تقديت العلك، ولكن انا عارفه العلك غير الاتاي. العلك عندنا الاكثريه يديروه لا في اتاي، ابار على اتاي صحي معلوم في ياسر من الامراض، خرجناه للتجميل، دخلناه. انت اول وحده خرجتي العكس العلك يمكن من اتاي للتجميل تقريبا. انا حاليا الله اعلم العدد، كاين اللي قبل منك الله اعلم، المهم ما قد نحكم. واش قريتي على العلك بعدا المكونات ديالو باش تعرفي واش يصلح للتجربات؟ بالتجربات وبالدراسات هما اللي ما شاء الله
يعني درنا هنا العلك خلطتيه مع النيله الصحراويه يعني العلك خلطناه مع النيله ومعاه ما شاء الله يعني كيعطي واحد اللمسه للبشره رائعه غزاله تتحمق الله يعطيك الصحه بارك الله فيك يعني منتوجات حنا معروفين بالجمال معروف عندنا الجمال ديال المراه الصحراويه وكيفاش تتهلى في راسها ولابو ديالها والشعر ديالها فجميل انك تقاسمي وكرم منك تقاسمي مع كل اخواتك المغربيات هاد الاسرار ديال جمال ديال الصحراويه المراه الصحراويه دونك انت خلطتي العلك مع النيله اصلا النيله مبيضه العلك مرطب ويزيل حتى التجاعيد الرقيقه تيزيلها تيحيدها اها شنو من منتوجات اخرى اللي تقترحي اللي هي من صحرائنا المغربيه وعندها الكاشي ديال قلب الصحراء بارك الله فيك عندنا الحميره الحميره نسمعك الحميره شنو هي الحميره الحميره حجره تمت عندنا معروفه لا في الصحراء ما عنديش حجره طبيعيه سبحان الله تمت في الصحراء مفيده للبشره مفيده للهالات السوداء وهي حجره تستعمليها تديريها غتدوزها على الهالات تقدري لا تدوزيها وتقدري في نفس الوقت تدقيها وتغربليها الى خاصها تعود رطبه تنيليها وديريها كما بحال دابا حجره بحال كانت نديرها في الماء وندوزها لا هي ما يجيها الماء هي اللي ديري لها الماء كعلاج هكذاك يعني راك تقدري لا تطحنيها تعود بودره غبره وديريها بحال ماسك على الهالات على الهالات السوداء جميل واللي ماسك تقدري تدخليها كيف اللي قلنا تقضي منها لا شوي وديريه في الماء ديري الماسك وشوفوا سبحان الله دابا حنا دائما فقره الجمال شحال هذه كنا تنديروا دي كوريكتور ديال لي سيرن كانوا تيكون اللون ديالهم ليموني باش نحيدوا ديك الزروقيه هاي حاجه طبيعيه تعرفوها السيدات الصحراويات من زمان وكانت يديروها قبل من الميك اب ارتست قبل انه كان تبارك الله البشره ديالك تعطيك الخبر شو واش كاين اللي سرتي ما شاء الله عليك دونك هذه ما كنش عارفاها هذيك الجداياتنا كيديروها لعينهم كامله انها كعلاج نفس الوقت سبحان الله سميتها الحميره سبحان الله بحال دابا هذه بشحال تتباع هذيك على حسب هذاك لومبالاج نقدو نبيعو ب 50 درهم وهي قليله ملي كتنجبر دابا فوالا هذاك قليله كتجبر واش بحال دابا الناس اللي سيعرفوا التعاونيه ديالك واش تدير لهم التوصيل للبيوت ديالهم بحال دابا انا في الدار البيضاء ولا الناس تيشوفونا في طنجه بغات الحميره المغرب كامل نصدروا الحمد لله وعندها الصفحه ديالها الانستغرام دونك هادشي باش كنقول للناس راه كاينين مجموعه ديال الوسائل اللي كتسمح للمنتوج ديالك يوصل يعني واخا هي دابا في الصحراء وفي مدينه العيون واللي بعيده على الوسط ديال المغرب ولكن دابا المواصلات والطريقه ولي ريزو سوسيو او مواقع التواصل نستغلهم استغلال ايجابي بحال هكا واخا وريني شنو المنتوجات ديال الصحراء ديالنا تبريمه تبريمه خصنا نصحوا المعلومه كيف ما قلنا في الكواليس التبريمه الصحراويه شحال مره قدمناها في صباحيه دوزان فقره الجمال ولكن كنا نديروا واحد الخطا قولي لنا لاله شيماء اللي كنت ديروا كتخلطوها مع الصابون البلدي ما خصهاش الصابون هي التبريمه باش الجسم يستفاد منها خاصها تكون مع الماء نخلطها مع الماء حتى ندير الجسم اللي ديالي واخا نديرها في الاول ولا في الاخر الحمام على حسب تقدري ديريها في الاول وتقدري ديريها من بعد يعني من بعد يكون الجسم نقي يستفاد من ذوك الاعشاب يعني الاعشاب كنخلطها غير مع الماء وندوزها على الحم ديالي صافي نخليها 15 دقيقه صافي على جسمي الله يعطيك الصحه وشنو المنافع ديالها التبريمه وشنو هما الاعشاب اللي فيها لتوحيد لون البشره فيها ياسر من الاعشاب فيها السدر فيها كمون الصوفي فيها حتى العلك فيها ياسر من الاعشاب اللي معروفين احنا بها ما شاء الله يعني كتوحد البشره كترطبها كتزيل حتى ذوك البقع اللي يكونوا ما هم متوحدين والتغذيه ديال البشره طبعا طبيعه الحال هذيك هي اول شيء وريني مازال العطر شنو تسميوه المرشوش هذا عطر محلي رشوش حنا نقولوا رشوش ما خلق مناسبه ملي نعود عندنا عرس او مناسبه كيف ما كانت ما اي دار صحراويه وجدت انا سنحييك لان من خلالك انت ومن خلال المنتجات ديالك تنتعرفوا حتى على العادات والتقاليد عادات الثقافه الحسانيه الصحراويه المغربيه الاصيله بارك الله فيك رائعه انا من قبيل عرفتي درتو هذه ساعه ونص مازال شاب عرفتي وريحه هادئه بارك الله فيك وانا معروف ان انا الصحراويه تعجبهم من الروائح مجهدين ولكن هذه ما بانتش مجهده بزاف اللي بيا كلياني مثل حاليا الناس اللي فيهم طنسيو فيهم ياسر اقلمتي حتى مع الكليان ما يبغوا ريحه متينه
انا شخصيا ريحه العود ما عندي معاها. ياك سبحان الله. يعني عندك البخور. طبيعه الحال. هو عندك البخور وعندك الزيت الشعر، تشقيقه للشعر. تشقيقه ديال الشعر كتجي قبل الحمام. هذا البخور منين تاخذيه؟ مثلا اعشاب صحراويه. اعشاب صحراويه نعدلو لها خليط ونسقوها بنفس المسك، تكون مسكيه بالمسك. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك. عاد ديتينا دابا مدينه العيون والصحراء المغربيه وسافرنا الداخله وتارينا في لي دون ديال الساره معك. تبارك الله عليك. الزيت ديال الشعر قلتي درتي فيه شحال عشبه؟ فيها 30 عشبه ما شاء الله. واخا وهذا الشيء مصرح به من طرف السلطات في لونسا. لونسا صافي لونسا على حسب العلك واعشاب الاتاي. هادو قابضين عليهم لونسا. هادو باقيين. لا هادو مزال. هادو في طور خدامين عليهم. حاجه خدامين عليهم. المنتوجات الجماليه كلهم كدوز في لابوغاتوار. هادوك ديال لابورطال ودافعين. يعني ما يمكنش دير بهم تجاره الا ما كانوش جازوا من لابورطوار. كاينين اللي كيدير تجاره بلا ما يكون. هي المنتوجات ديالها كاملين دايزين في لابوغاتوار. مختبر. انا راه كنبحث اكثر في هذه المساله هذه، عاد اكتشفتها ان كاينين تعاونيات وكاينين جمعيات وكاينين مؤسسات اللي كيخدموا في هذه المجالات بحال هكايا وما كياخذوش تصريحات، لان كتكون مثلا واحد المنتوجات بحال مثلا التبريمه، كلشي عارفه كل هذا، فما فيهاش واحد كنظنوا ان ما فيهاش واحد المخاطر، فما كتحتاج واحد التصريح، ما كاينش شكايات من عند الناس، فحنا خدامين، الوغ كل انسان خاصو يعرف كيفاش يحمي راسو لذاك النهار اللي لا قدر الله توقع شي حاجه، فكل ما كانت المسائل تيحمي حتى الزبناء ديالك. كتحمي الزبناء وكتحمي راسك. واضح. كل ما كانت المسائل ماشية قانونيا ماشية مضبوطة. بس بغيت نشري أنايا كمواطنة غادي نكون مهانية. هذا من بين لي زارغومون دو فونت ديال المبيعات، ان راه كلشي مقاد. العلامة ديال لونسار عندها هنا. دونك العلك هنايا هذا اللي تتبيعه ديال اتاي. هذاك ديال اتاي. اللي ديال السلامة الصحية. ديال التجميل انت راكي دايرة اصلا في التبريمة وفي الماسك اللي اقترحتي علينا. تنشكرك بزاف للا شيماء انداح للحضور ديالك من مدينة العيون وتحمل مشقة السفر. شكرا. تحية من خلالك لكل صديقاتنا واخوات ديالنا في الصحراء المغربية، وتندوزوا لهم دعوة باش يجيو يقدموا لنا كل المنتوجات الصحراويه ومن خلالها نتعرفوا على تقاليدنا وتراثنا الصحراوي الحساني الاصيل. شكرا لك مره اخرى. شكرا لكم على الاستضافه. وشكرا على الجوهره ديال اليوم لاله منى الصباحي. غادي تمشي معايا باش نتكلموا مع سي نبيل العياشي ومن بعد للاحسان. طبعا خاصك سي نبيل العياشي شي مره دير لنا فقره تغذيه خاصه على العلك. وني بيك وني بيك اخي وني بيك. دونك نتكلموا على العلك ان شاء الله مره اخرى والخصوصيه ديال العلك والمواد المعروفه بها الصحراء المغربيه ان شاء الله. اليوم اخترنا نتكلموا على الحلبه الفينوغريك. الحلبه تنعرفوها من زمان انها حاضره في بعض الاطباق المغربيه بحال الرفيسه، والعلاقه ديالها مع النفيسه ومع المراه الحامل ومع مش المراه الحامل غير النفيسه المرضع. المرضع لانها مديره للحليب. الناس اللي ما عندهمش الشهيه تيديروا الحلبه، غير هو بزاف اللي ما تيبغيوش الحلبه على ود الرائحه المجهده ديالها. فاليوم غادي نتعرفوا على الحلبه بطريقه علميه وغذائيه محضه، نتعرفوا على المزايا ديالها ولا كانوا شي سلبيات كذلك. اكيد سميره، فالحلبه بحال باقي الاغذيه ولا باقي الحبوب ولا باقي المنتوجات عندها سلبيات وعندها ايجابيات. فالايجابيات ديالها هو انها تعتبر بين الأغذية ولا بين الحبوب. علاش ما غندخلهاش في الخانة ديال الأغذية؟ لأن ملي تنهضروا على الأغذية ما تيكونش عندنا سلبيات كثيرة إلا بعض الحالات المرضية. ملي تنهضروا على نوع الحبوب سميرة وفايتنا هضرنا على الزنجلان، فايتنا هضرنا على زريعة الكتان، النافع، حبة حلاوة إلى آخره، حب رشاد، هذه كلها أمور اللي خصنا نردوا معها البال فيما يخص الكيمياء. تتبقى الكيمياء مسألة مهمة ومسألة ضرورية، وكذلك بعض الحالات اللي ما خصناش نتناولوا فيها هاد المكونات ولا هاد النوع ديال الحبوب. فملي تنهضروا على الحلبة سميرة، فأول حاجة غنبغي نشير لها هو بالنسبة للمرأة الحامل. بالنسبة للمرأة الحامل هي تعتبر ممنوعة منعا كليا. أنا تنقول بالنسبة للمرأة الحامل من الأفضل في المطبخ ديالها ما يكونش عندها أصلا الحلبة باش ما يتمش بعض الأحيان. علاش؟ لان بعض هي والقرفه ايفيكتيفمون ربما يقدر تنعرفوا المراه الحامل تيكون هناك العائله تيجي وتيطيبوا ليها سورتو هي ما تتبقاش بغير الرائحه ديال الطياب الى اخره، نتفاداو بعض الاغلاط باش ما يكونش مشكل. لا قدر الله. نعم. احنا اصلا بالنسبه من بعد الولاده، وهنا غادي نبداو باش نمشيو مع بالترتيب، فالمراه المرضع
مباشره من بعد الولاده اول من بين اول الاغذيه اللي خص يتم الاعطاء ليها المراه المرضع هي الحلبه. علاش؟ لان المراه المرضع كاين هناك مجموعه ديال ما غنقولش اضطرابات ولكن مجموعه ديال التغيرات الهرمونيه اللي تتوقع، وهاد التغيرات الهرمونيه تخصنا اللي يضبطها اللي يقادها. بين الامور اللي تقاد اللي تتقاد الاضطرابات ولا التغيرات الهرمونيه عند المراه وسورتو عند المراه المرضع هي الحلبه، لان الحلبه فيها بزاف ديال الفيتوستروجينات وفيها مجموعه ديال المكونات الغذائيه اللي تتساعد على رفع هرمون باش يكون عندنا اضرار في ماده الحليب، لان ملي ترتفع عندنا الهرمون ديال الحليب تنقصوا الهرمونات الاخرى. داكشي علاش نقولوا بان المراه ملي تترضع صعيب باش انها تحمل. وبالتالي فمن بين الله. من بين اهم الامور بالنسبه للمراه المرضع هي التناول ديال الحلبه بجميع كيف ما كانت الطريقه، سواء غنطحنوها سواء غنديروها مع رفيسه سواء غنديروها مع في المرق في الطاجين. راه الحلبه خصها تكون حاضره في الطاجين، مثلا نضرب طبيعه الحال ماشي غنديروا نص كيلو، راه واحد المعلقه صغيره غنديروها في الطاجين وكلشي خصو ياكل. ولا تكون في خلطات ديال البهارات، راه ممكن لو ممكن نديروها في الشلاضه مثلا، راه غادي نطحنوها وغادي نديروها فوق الشلاضه. صعيبه مره ربما الا كثرنا في الكميه ديالها، اما الا درناها مع الشلاضه وكان فيها شويه ديال الحامض وشويه ديال الامور الاخرى مع قشور الرمان مثلا اللي خصهم يكونوا كذلك. فهنا باش نستافدوا، لان سميره هذه الاغذيه وهضرنا عليها قبيله شويه في الكواليس، راه تنهضروا على المدى البعيد. راه ما يمكنلكش تقول لي انت تاكل رفيسه مره في 6 شهور، ودابا هنا فين تيجي تاكل رفيسه مره في 6 شهور، ومنين تتحط ديك الطبق ديال رفيسه كاين اللي ما تيديرها بلا حلبه. لا سوبوزون كاينه الحلبه، عاد تياكل هو 6 المعالق كبار ديال الحلبه في هذاك الطبق ديال الرفيسه اللي مره في 6 شهور. لا داهي زعما ما غاديش تعطي حتى شي منفعه وما غيكون عندك حتى شي نتيجه من بعد. يا اما غناكل بكميات اللي هي قليله، تنهضروا على حبات يوميا، 5 الحبات 6 الحبات معلقه صغيره يوميا وعلى المدى البعيد، يا اما اعطيها شي ساعه وتبقى نقدروا نبلعوهم. بيان سور يتبلعوهم، سواء غنمضغوهم سواء نسرطوهم مباشره. المهم انها خاصها تدخل الجسم ديالنا، خاصنا نتناولوها. ملي تنهضروا على المراه المرضع بطبيعه الحال من بعد تنجيو على مجموعه ديال الاضطرابات كذلك اللي الحلبه مهمه فيهم. ملي تنهضروا على الاضطرابات ديال اللي عندها علاقه بارتفاع نسبه السكر في الدم، هذا لا يعني انها تعالج مرض السكري. اكيد اكيد هذه القاعده. الاضطرابات اللي عندها علاقه مثلا برفع نسبه الدهون في الجسم، الاضطرابات اللي عندها علاقه بالامتصاص السميره، حنا هذه سنين تقريبا 10 سنين وحنا تنهضروا على هذا المشكل ديال الامتصاص. راه مفاتنا بابو شعيب راه ما كانوش يتناولوا الكميه، كانوا تيتناولوا الجوده. راه كان اللحم عندهم مره في السيمانه وما كانش عندهم فقر الدم. حنا دابا اللحم والدجاج عندنا جوج مرات في النهار وعندنا في مشكل ديال فقر الدم، لان ما حنا ما تنهضروش دائما تنقولوا الجوده ديال شنو غادي ناكلوا. الحلبه بين الاغذيه اللي تتساعد على ضبط الامتصاص على مستوى الامعاء ديالنا. الحلبه مثلا بين الاغذيه اللي تتلعب دور مهم بالنسبه للتنقيه ديال الجسم. انا دائما تنرجع لهاد التنقيه. علاش سميره؟ لانه ولات واحد الموضه ديال هاد المساله ديال التنقيه ديال الجسم، وتولينا تنعطيو بحال كيفاش كنا تنهضروا على السرطان، دابا غنبقى نهضر على تنقيه الجسم. الناس خصهم يفهموا واحد المساله، جميع الاغذيه الطبيعيه كيفما كان نوعها تحتوي على نسبه مهمه من البوتاسيوم اللي تعتبر ماده مدره للبول، وبالتالي يساهم في تنقيه الجسم. راه ما يمكنش نجلس انا 7 شهور 8 شهور وانا تنضرب في الامور الغير اصطناعيه، الامور الاصطناعيه، وغنجي ترشق لي واحد 3 ايام وغنقول دابا غندير الديتوكس. اش من ديتوكس غتهضر عليه؟ الديتوكس التنقيه راه خصها تكون كل نهار، راه خصها تكون يوميا. الناس اللي تيعانيو من الرائحه تقول لك انا ما ناكلش الحلبه حيت تعطيني الريحه، يكفي فقط اننا نشربوا الماء بكميه كافيه. ابخي غدخل غادي تدوش. تنظن ان زعما ما تنقصد حتى شي حد، ولكن راه كاين هناك روائح اخرى اللي ربما افضع شكرا على الكلمه، افضع من الحلبه واللي تنتقبلوها. فتتبقى المساله هي مساله نفسيه اولا. صحيح انا ما تنهضرش على الاستهلاك ديال الحلبه بكميات اللي هي كبيره، ولكن مثلا راه خص على الاقل واحد جوج المرات ثلاثه المرات في الاسبوع سميره باش نشوفوا الايجابيات ديالها. خاصنا نصبروا لهذيك الرائحه لربما لواحد المده. بين المشاكل الكبيره اللي كاينه الان حاضره في المجتمع ماشي المغربي العالمي هي الاضطرابات الهرمونيه اللي كاينه عند المراه الان، سواء اضطرابات هرمونيه في جميع النواحي بلا ما ندخل في التفاصيل. هذه الاضطرابات الهرمونيه الان راه بين الاغذيه اللي تضبط الهرمونات عند المراه هي الحلبه. قلتي 5 الحبيبات نقدروا نشربوهم في النهار، ولكن على المدى البعيد سميره قدرتي تاخذ معلقه صغيره في النهار، خذ معلقه صغيره في النهار سيكونوا افضل ويكونوا احسن. طحنها كاع ورشها مع الحديره مع الحريره، ديرها مع البلبولات الشعيره ديك الزدافه ديال الحسوه. المهم هي انني ندخلها للجسم ديالي، ولكن ملي تتبقى جالس مده طويله بزاف صعب
تنهضروا على 7 سنين 8 سنين 10 سنين ممكن اننا نعطيوها لهم ما كاين حتى شي مشكل. انا تنهضروا على الحلبه مثلا بانها فاتحه للشهيه. نعم انها فاتحه للشهيه. الدراري الصغار مثلا حنا ملي كنا صغار كانوا كيشدوها لينا كيديروها في قرعه ديال الماء كتبات وكتشربوها مزيانه فحال هكا الاطفال. لا ما غنستافدوا بواحد النسبه ديال 20 ولا 30%. ها داك يعني كاين غير فقط بعض المواد اللي غادي تدوز واحد نزل الكالويدات هما اللي غادي يدوزوا الماء ولكن نسبه كبيره واحد 30% راه غتبقى في الحلبه. يعني انا افضل انا افضل ثلاثه الحلبه ثلاثه الحبات ولا حبه ولا جوج ولا خمسه ولا سته ولا شحال ما قدرنا نديرهم فمنا ونشربوا عليهم كاس الماء. اولا ما قدرناش غنطيبوها في المراق كيما قلت لك قبيله ولا في الحريره مثلا نديروها مع الحريره. كيفاش تتبلعها فحال هكاك ما تتشمش ريحتها ما يعني حتى داكشي اللي فيها ما كاينش الطريقه اللي غتناسبك الطريقه اللي غترتاح ليها انت. غير المهم انك تدخلها. بغيتي ديرها في وسط الخبز ديرها في وسط الخبز وعندها. غير المهم هي انك تدخلها للجسم ديالك لان هذا النوع ديال الاغذيه سميره كنا هضرنا على الخرقوم الاسبوع اللي فات وهضرنا على الحلبه وهضرنا على امور اخرى. هذه امور سميره اللي خصها تكون حاضره في المائده المغربيه وخصها تكون حاضره في المطبخ المغربي. راه ما يمكنش سميره انا ولات يضرني في قلبي ذاك النهار هضرنا على علاش كنا هضرنا ذاك النهار فاش قلتي لي راه بصح ما عنديش إلا هضرنا على إلا فملي تنهضروا سميره ما عندناش الخرقوم ما عندناش إلا ما عندناش الحلبه ما عندناش زريعة الكتان ما عندناش الزنجلان في الدار ما عندناش حب رشاد ما عندناش النافع ما عندناش حبه حلاوه ما عندناش التمر ما عندناش العدس ما عندناش البوكاسي. شنو هو شنو قال لك الفلوس. هذه امور الثمن ديالها بسيط امور ثمنها بسيط لان ايفيكتيفمون هذا هو المشكل. هو تنخليو الامور اللي ساويه 20 درهم الكيلو ولا ساويه 10 درهم ولا 30 درهم الكيلو للاستهلاك ديالها. انا ملي تنهضر على زريعه الكتان راه تنهضر سميره راه نص كيلو غيدوز لك شهر ولا شهرين في حين ان ربما تمشي وتشري امور اخرى اللي هي لا فائده فيها. انا ما غنسميش باش ما يكون عند حتى شي واحد هو خدا الجواب ديالو. نعم هو اون فاس ديالي دونك هالرساله وصلت. انا تنقول هاد المسائل الحمد لله متواجده عندنا سميره واقسم بالله العلي العظيم واتحمل مسؤوليتي فيما اقول. لو اننا نستهلكوا هاد الامور بشكل رميت نهضروا على بشكل يومي سنتفادى مجموعه من المشاكل الصحيه والاضطرابات الصحيه اللي كاينه الان اللي ولات غير مشكل الكوليسترول سميره. عندك مشكل بسيط بطبيعه الحال عندها علاقه مع الكوليسترول. زريعه الكتان عندها علاقه مع الكوليسترول. الزنجبيل عنده علاقه مع الكوليسترول. السكنجبير عنده علاقه مع الكوليسترول. خديتي في وقته. الخرقوم عنده علاقه مع الكوليسترول. الخرشوف والقوق عنده علاقه مع الكوليسترول. بلبله ديال الشعير عندها علاقه مع الكوليسترول. التمر عنده علاقه مع الكوليسترول. النخاله عندها علاقه مع الكوليسترول. تخيل معايا شخص يتناول هذه الاغذيه دي بشكل يومي بشكل اسبوعي ما غيكونش عنده ارتفاع الكوليسترول. واضح. شكرا لك سي نبيل عياشي. بقوا معنا مشاهدينا نمروا بدون وصل اللحظه اللي فقرت لي الاحسن غادي نناقشوا موضوع مهم جدا ولا ربما تعاني منه بزاف ديال الاباء. تنهضر على الامهات والاباء كذلك. غنتكلموا على لالييناسيون بارونتال او ما يسمى باستماله الاطفال اثر انفصال الابوين. لمنى الصباحي موضوع اول مره تنطرحوا ليه في صباحيه الدوزام. هنا غادي نتكلموا على ما بعد الانفصال. تيحاولوا طرف من الاباء تيحاول استماله الاطفال لجهته. فتت مثلا الام تتبقى تقوم باشياء نهى عليها الطرف الاخر ولا العكس ولا تيحرشوا ولا تيستعملوا ولا ما نسميه في الفرنسيه اون مانيبيولاسيون. هي لا تمام تحايل. تحايل. بغينا نفهموا الامر باش نفهموا الاباء ان هذا الامر هذا استعمال الاطفال لاغراض شخصيه راه ماشي انتقاميه ماشي في صالح اعز الناس لينا. شوف زعما بدون مبالغه اكثر من 90% ديال الحالات ديال الطلاق مين كيوقع وكيكون فيها اطفال كتم استماله الاطفال بطريقه مباشره او غير مباشره. يا اما تحريض يا اما استماله باش تجروا لعندك. راه كاين تحريض مين كتحرضوا على الطرف الاخر يعني كتستملوا انت لعندك. كتم الاستماله ديال ذاك الابناء من طرف على الاقل الشخص اللي هما بقاو معاه. حنا كنعرفوا ان اكثر 80% ديال الحالات كيكونوا مع الام. فهنايا كتجي بحال واحد الطريقه طبيعيه لان ذاك الراجل هذا ما تينفيش بان يقدر يكون الاستماله من الطرف الاخر. تقدر تكون وتتكون ملي تتم الاستماله من الطرف الاخر كتكون اصعب والوطا ديالها اكبر. علاش؟ لان مادام عايش مع الام. انا ناخذ مثلا هذا المثال ديال عايش مع الام. الام هي اللي كتفيق الصباح للمدرسه وهي اللي كتهضر وكتغوت على لي ديفوار وهي اللي كتهضر لبس حوايجك حيد هذا مال هذه توسخت لا هذه ما خصكش ديرها حك سنانك حك سنانك الصباط هذه ادخل دوش. اذا كتكون ديجا عندها واحد الدور اللي فيه بزاف ديال الاشياء اللي يقدر داك الطفل كيحس انها كونترينيونت كتصدعو كتقلقو. اذا دير
كيشوف داك الاب مره في الاسبوع او مره في 15 يوم، فين كيشوفوا؟ في واحد الفضاء غالبا على برا، او في واحد الظروف اللي فيها شويه ديال اللعب، شويه ديال الضحك، شويه ديال هادي. اذا شنو كيولي؟ هو الظريف وهي قبيحه. هادي عرفتي باغ لا ناتور ديال بطبيعه ديال هاد لا غولاسيون اللي بهاد العلاقه اللي كتولي بهذه الطريقه. فما بالك السن ديال الاطفال اللي يقدروا يكونوا عرضه لهذا الاستمال والتحريض؟ شوف سميره في كل سنة واضح راه من 4 سنين 5 سنين مين كيبدا يفهم. تخيل انا خد طفل ديال 4 سنين من يجي لعندي نعطيه الشكلاط، نعطيه كاع داكشي المحرم، نخرجو فين بغا، كيقيل كيلعب، اي كل داكشي اللي يمكن الام كدير واحد المجهود خرافي باش انها تعطيه واحد الاكل صحي. قولي لا غسل سنانك لا سيرتي لا والو، وسختي حوايجك الدنيا هانيه. انا مع التوسخ ديال الله يعطيك الرضا. اذا شنو استماله ولا ماشي استماله؟ اذا يعني ماما طبيعه كتحيد ديال التليفون يعني يكون الرجل ما عندوش النيه ديال الاستماله ولا النيه خايبه راه تيديرها. ها اذا هي وقعت يعني خاصو يدير الدور ديالو في الحياه اليوميه طبعا، واخا غير بالتليفون مثلا. راه هذه هي النقطه. راه كيحصل طلاق والله عز وجل تكلم لينا على الطلاق، مين جوج ما كيتفاهموش ما كيقدروش يستمروا صافي كيحصل الطلاق، ولكن الاطفال راه كيبقاو تابعين لك وتابعين له تماما. اذا راه حرام حرام ماشي غير قبيح ولا خايب ولا حشومه، لا راه انك تضر بداك الطفل اللي انت كنتي سبب باش انه جا لهذ الدنيا. واخا فاش توقع توقع تحريض هنا فاش من طرف الام ولا من طرف الاب؟ توقع تحريض والطرف الثاني عارف بان راه الطرف الاول تيحرض. كاين الناس اللي تيديروا تيعاملوا بالاصل ماشي بالمثل وبالتالي تيحافظوا على الصوره ديال الاب ولا ديال الام باش تيراعيوا لهذاك الوليد ولا هذيك البنيته، ولكن الطرف الاخر تيحرض. فشنو خاص يدير هذا الطرف؟ واش خاصو يقول الحقيقه للاطفال ديالو ولا يبقى فهذيك الوضعيه ديال انه تيحافظ على الصحه النفسيه ديال الوليدات ديالو ولكن راه تياكل الدق من عند الطرف الاخر؟ بعدا قبل من هذه كيفاش نعرف ان الطفل ديالي تيتعرض للاستماله؟ تفضلي لان هذه بزاف الناس يقول لك لا راه كاين علامات وتا الاستماله فيها وفيها. كاين اللي مثلا من تيرجع من عند الاب او من عند الام اللي كيستملوا كيدوز داك النهار وتنرجعوا للحياه الطبيعيه، حنا كتكون ما بين ضعيفه المتوسطه. كاين اللي من تيرجع من عند الاب او كيرجع من عند الام تيولي عنيف جدا. تشمل الريحه زوينه ما شاء الله. كيولي عنيف جدا، كيقدر يقول كلمات، وهذه راه في دراسات يعني ماشي انا قلتها حيت خدمت على حالات، لا هادو في دراسات اللي دارت على برا ديال المغرب. كيجي كيقول على الطرف اللي تم التحريض ديالو كنكرهو، كنكره الام ديالي ولا كنكره الاب ديالي. كيولي كيعطي دي زارغومون او واحد المبررات غير منطقيه، وكيجي كيدافع على داك الطرف اللي قام بالاستماله ديالو. بابا ولا ماما مسكين، لا ما كانش عنده هذا، لا ما كانش يقدر، وكيستمر داك العنف لدرجه انك تولي واحد التصرفات اللي داك الطرف اللي هو كيقابل داك الطفل ما كيقدرش يتحكم فيه، ما يقدرش يتعامل معاه، كيولي واحد الصعوبه كبيره. وخايف يقول لي مثلا الحقيقه بان راه كاين اون مانيبيولاسيون من الطرف الثاني هادشي اللي كيوقع. شوفي قليل اللي ما كيقدرش انه يقول، الاغلبيه للاسف تتبغي تدافع على راسها، وهنا كنطيحوا في الخطا. الا انا نحطوا هذاك الطفل في الوسط، هنا كتقوم الاستماله. الاب مثلا كيقوم بالاستماله ديال داك الطفل وكيكذب عليه مثلا، غنمشيو حنا بان كاين واحد سوء نيه، وكيكذب عليه وكيحرض وباغي يرون داك الام اللي مقابله. انا فكتجي داك الام كتبغي تحمي على راسها، كتقول له عرفتي باباك اش دار فيا، دار لي هادي وفعل لي هادي وما خلصش عليك وخلصت عليك هادي وبالعاني دار لك هادي. وانا كنعاودها لك في حالك، شنو شكون اللي الطرف اللي متضرر فيها؟ طبعا هذاك الولي مسكين ما بين المطرقه والسندان هو اللي كياكل العصا، هذاك الطفل اللي كياكل العصا. فنمشيو لهذاك الطرف، حنا درنا الوغ كو كاين امهات كيقوموا بالاستماله وكاين اباء كيقوموا بالاستماله. انا عطيت غير المثال غير باش نسهل التعبير. هذيك الام تبغي تحامي على راسها، الا حطت راسها ديجا في دور الضحيه وفي دور انها كتحامي على راسها حتى هي ما الا هي كتستافد، لان خصها دائما تبقى كتحامي على راسها، وبالتالي داك الطاقه اللي كتنتج غير سليمه وكتبقى كتاكل العصا بينها وبين راسها. واش نقول هذه ولا ما نقولش هذه، ونبين لي ان ترى الاب ديالو هو اللي غلط ولا، وبالتالي حتى هي كتاكل العصا وداك الطفل. او مثلا لا ما نقول له والو ونخليه عايش بداك لي زارغومون بداك التعليقات وداك الشيء، ونقتنع بانه ماما هي القبيحه وهي القبيحة اللي ما مزيانهش واللي مكمل عليها ان هي اللي كتقول حك سنانك ونوض دير لو دوفوار وحيد هادي وما تاخذش. هنايا قبل ما نشوف شنو غنديروا لا بوستور، يعني شنو هي لا بوستور؟ هي داك الطاقه اللي كتكون عندك وداك الوضعيه. وهنايا كنحتاجوا واحد شويه ديال الانفصال على داك الابناء. تقدر تكون في النهار، تقدر تكون في يومين، تجلس مع راسك مع راسك مع راسك وكتضبط المسائل بينك وبين راسك. انا دابا صافي انفصلت على هذا الشخص، سواء كان راجل ولا طبعا نهضروا على الاثنين. انا انفصلت ياك،
انا باغي نربي وليداتي واحد التربيه سليمه، انا ما بغيتش ولادي دابا ها هما دو اين كان داك الضرر كيجيهم من داك الطرف، ولكن انا راه كنبني، راه التربيه هي التكبير وهي التكثير، انا كنقول كنربيو الخميره ياك السبب فهي داك يعني انا كنكثر فيهم واحد القيم وواحد الاسس اللي من بعد كيرجع لك كيرجع لك، لان هذه من بين المخاطر اللي كتوقع على داك الطفل انه ينقلب على داك الطرف. طبعا كلشي تيسجلوا ما تنساوش فهنايا نبقاو ننتظروا حتى تيعقلوا وننساوش دونك قبل ما نوصلوا انهم ما يعقلوش، لان خصني بعدا ننقد الموقف لان كيبان لي داك الطفل تياك اللحظه. اول حاجه كما قلت لك ناخذ واحد الوقت اللي الله يجعله يكون نهار منفصل على هذا التاثير، لان محدي وانا لو ني دون لو ديدون منغمسه في الوضع منغمس والمشاعر، وتتشوف الابن ديالك تيتادى وانت ما تتعرفش تتصرف، تصرفاتك غالبا هتكون خطا. فنرجع واحد شويه للور، انا بغيت الطفل يكون سليم، يكون عنده واحد الصحه نفسيه، يكون انسان، ولكن في نفس الوقت خاصني نحمي على راسي. باش ما محتاجش تحمي على راسك، انا نقول كيفاش الا قمتي بتغذيه الاشياء الايجابيه ما كتحتاج تحامي على راسك، لان باغ لا فورس دي شوز بقوه الاشياء كيبان. فبعضهم انا نقول لك باباك ما صرفش عليك ولا ماماك ما صرفتش عليك، نقدر نقول لك عرفتي ولدي هذه بشحال تخلصت، هذه شنو درت لك فيها، هذه واش عجبك، ها انا تكلفت فيها، من دون ما انني نحاول نادي او نغير الصوره ديال كل ما كان محاوله تغيير الصوره بطريقه مباشره ديال الطفل وهو ديجا مقتنع ان الاب ولا الام اللي كيقوم بالاستماله على حق، فهنايا سي اون كوز بيردي. غير بالعكس عاد ما كتزيد تخلق واحد التوتر كبير وكيولي يعطيك دي زارغومون، كيولي يعطيك تيولي يدافع عليه، لا راه ما عندوش، لا ماما راه ما عندهاش، لا راه هي ما قدرتش، لا هو ما قدرش. اللي فهمت معاك منى الصباحي هي اننا خاصنا نقولوا الحقيقه ولكن الطريقه في اختيار الكلام من جهتنا، ما عندي لاش نهضر عليك انت ولا عليك انت اللي مأديني، لان كل ما كنهضر عليك شنو اللي سندير انايا وشنو اللي ما سنديرش انايا بلا ما نجبد الطرف بلا الاخر بلا ما تجبد. حاول طبعا هو غادي يفهم. شوف بشويه بشويه حتى حاجه كما كيقول سي نبيل دائما داك قليل ومداوم، هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه هو انني نقوي العلاقه مع داك الطفل، راه هادشي اللي كيوقع، لان ملي كنكونوا في هاد العلاقه السميه هادي راه من بين اكبر العلاقات السميه، واخا كيكون الانفصال فكنبقاو بزاف باغيين نحمي على داك الطفل، نبين ليه الحقيقه، نبعدوا على داك الطرف اللي كيديه معادله صعبه، فكيكون واحد كميه توتر كبيره جدا. داكشي باش المراه في هاد الحاله او الرجل في هاد الحاله خاصو يعمل على خلق توازن في حياته، الا ما خلقش توازن هيلقى راسو، هذا هو لو سوجي او هذا الموضوع. التوازن كيفاش يتخلق؟ كنخدموا على راسنا في الصحة ديالنا، في الفيق والنعاس، في العمل، في القراية، في العلاقات الأسرية وخارج الأسرة. واضح. توازن. وآخر حاجة هي كما قلت لك نخدموا على العلاقة ديالنا بداك الطفل ونعبروا ليه عليها. اللي كيوقع أن داك الطرف اللي كيكون غالبا عايش معاه الأب ولا الأم واللي ما كيقومش بالاستمالة كيقوم بواحد المجموعة ديال الأشياء اللي تقدر توصل للتضحيات ولكن ما كيعبرش عليها. فمين كنمشي عند الطرف الآخر تنتظر بأن داك الطفل يفهم؟ لا لا حسن نقولوا ليه بدون معيور، ماشي كان من ولا كان عاير، شتي ولدي هادي وهذا وشنو بان لك وشنو بغيتي وعلاش ومناش كتخاف وشنو أحسن حاجة بغيتي؟ أسئلة بسيطة جدا ولكن بطريقة يومية وبطريقة ديال القرب راه أكيد واخا بحال الحلبة خمسة ديال الحبات في النهار. أنا بعدا من هاد النهار شتو بخومي ندخل الحلبة خمسة الحبات في النهار إن شاء الله. سي فغي سي أن سوجي اللي في الحق تيضر في القلب سميرة لأنه ملي تنشوفوا بحال دابا بون جو سي با واش ندير الحق أنني نعطي مثال اللي تيطرا مثلا في الدول الأوروبية، تتلقى واخا كاين هناك واحد الانفصال تتبقى العلاقه الانسانيه ما بقاش علاقه ديال الزواج ولكن بقات المصلحه وغنتلاقاو وغنجيبو والله الفضله هي ديال وغنقدروا نجيبوا الوليدات ونتغداو معاهم كاملين وانت غديهم هذه السيمانه وانا غنديهم السيمانه الجايه فالوغ ديننا فيه هذا الشيء فيه خصها تبقى العلاقه الانسانيه كيف ما كانت العلاقه بين وبينك يبقى الجانب الانساني. طلق سيدنا النبي القران الكريم كيقول لنا ولا تنسوا الفضل بينكم. يعني علاش وهنايا ماشي انت والكبار اللي كيتاداو، كان ادي والكبير بطريقه غير مباشره ولكن الاديه اللي كيحصلها داك الطفل اللي هو ديالي ابني بنتي اكبر بكثير من الاديه اللي ممكن توصل للطرف الاخر. تلقاو الاسبوع المقبل لفقره للاحسن مره اخرى. منى الصباحي شكرا لك، شكرا للسيد نبيل، شكرا لكل المشاهدين على حسن التتبع ديالهم. ما تردوش لكان عندكم اقتراحات انكم تصيفطوهم لنا باش نناقشوهم في بلاطو صباحيه الدوزام. نتمنى نشوفكم على خير غدا ان شاء الله يوم الجمعه، جمعه مباركه والى اللقاء.